دكتور أبو يعرب المرزوقي يعني الآن تعرف أنه تعرض للمحاكمة، معقول هذا؟ ألا يعطي يعني الأمل بإمكانية يكون سارتر جديد، هو وغيره، يعني وجود مفكرين مقاومين بغض النظر عن مدى اختلافهم، أن يقف المفكر يخرج من محراب الأكاديمية إلى فضاء الساحة ليقول لا للديكتاتور؟ هو هذا هو تعريف المثقف. شنو تعريف المثقف؟ هو الشخص اللي عنده يعني سلطة أكاديمية علمية، اللي يغتنم هكذا السلطة الأكاديمية بتاعه ليتدخل في الشؤون السياسية، مش من باب الاستيلاء على السلطة نعم. أو البحث عن السلطة. ومن بعد يقول الميزان، ها هو الميزان الأخلاقي والميزان السياسي. أنا سعيد بالموقف اللي أخذه المفكر أبو يعرب، وأطالب كل المفكرين الآخرين، المفكرين بتاعنا اللي هم هذا يعني شاد في الاقصاء، وهذا شاد هذا ينظر للاستئصال وهذا كذا. مش هذا دور المثقف. دور المثقف انك انت طبيب كبير او كذا، وانا بين قوسين هذا دور لعبته في بدايه حياتي السياسيه. انا كنت جائزه بورقيبه في الطب، يعني انا كنت من كبار الاطباء في هالبلاد، الناس هذا ما تعرفش. لكن تلك الفتره انا استغلت تلك حتى اتدخل في الحقوق، في الشان الحقوقي، ودخولي للرابطه كان على الاساس انه شخصيه علميه يعني تحط هذيك الصيت العلمي بتاعها في خدمة قضايا إنسانية. هذا ما أطالب به اليوم كل الأطباء المفكرين، كلهم يجب أن ينخرطوا في الدفاع عن الديمقراطية، في الدفاع عن القيم الإنسانية الكبرى. وإلا ما يعني أكاديميتهم ما عندهاش هذه قيمة، بما أن فقط تصلح لهم هم. احنا طبيعة الحال كل واحد يجب يلوج على مصلحته، لكن أنا مصلحة المجتمع أيضا هي جزء من مصلحتي. إذا كان أنا ما اندفعش على هذا المجتمع، في آخر المطاف شنو قيمتي أنا؟ يعني تعتبر إيجابي جدا القرار الذي اتخذه عمداء كل الحقوق عندما رفضوا طبعا الانضمام إلى طبعا هذه اللجنة الاستشارية، وقبلهم اسمح لي عمداء ورؤساء الـ يعني شيف ديبارتمون الأقسام طبعا كل الحقوق رفضوا كل هذا المسار. هذا بالنسبة لي كما قلت لك هذه عملية الإنضاج، هذه عملية وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، لأنه هذا الآن ردة الفعل على هذا المستبد التافه، يعني كلها بشوية بشوية قاعدة ترجع، قاعدة هكا البذور التي بذرتها الثورة وما قبل الثورة ونضالاتها، نعم، كلها قاعدة تنبت. ولهذا أنا في آخر المطاف رغم أنه كلنا محبطين وكلنا غاضبين وكلنا أعصابنا متوترة إلى آخره، لكن في آخر المطاف كلها يعني إن شاء الله دائما وبدا نقول ولا بد لليل أن ينجلي، لابد تتحل هالغمة هذه. نعم.